السلام عليكم الأصدقاء نكملوا إن شاء الله مازال شفنا إليا وسي دونك دابا غنكملوا إن شاء الله مع لادجيكتيف كاليفيكاتيف دونك خليكم معايا مازال بزاف د الحوايج غنستافدوهم إن شاء الله وحصة مازال طويلة يلاه ركزوا معايا ونكملوا إن شاء الله دونك دابا عندنا لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف غتقول لي شنو هما لي زادجيكتيف لي زادجيكتيف كنا ضربنا عليهم طليله في لو فيرب اتر ولكن قلت لكم غادي نشوفوهم من بعد لي زادجيكتيف لاحظتوا كانوا كيرافقوا لو فيرب اتر مثلا كنا كنقولوا جو سوي مثلا كنس جو سوي فراجي جو سوي سوليتير جو سوي اكستراورتي جو سوي برودون جو سوي امبيسيو دونك انا زدتكم بزاف حنا كنا كنديروا العادي مثلا جو سوي اورو فرحان ولا دونك جو سوي مثلا برودون حذر ولا جو سوي دونك هنا استعملناهم مع لو فيرب اتر دابا غنعلمكم فوقاش بالضبط كيتستعملوا لي زادجيكتيف وغنعطيكم لي زادجيكتيف ايغيغولي او كلكو زادجيكتيف اللي كيتستعملوا في الحياه اليوميه اللي خصكم تحفظوهم وتعلموهم لا تستعملوهم ان شاء الله مزيان كملوا اول حاجه تعريف لادجيكتيف لادجيكتيف دونك سي ان مو كي موديفي لو نون كي موديفي لو نون اي كي دون ان سونس او نون يعني واحد لو مو كي دون ان سونس يعني كيعطي يعني واحد المعنى الاسم يعني الاسم بوحده ما كافيش بعض المرات ولكن كيكمل واحد يعني واحد لادجيكتيف اللي كيكملو اللي كيعطي بالضبط حنا كنقولوا الصفه لادجيكتيف واللي كيعطيني النعت ولا كيعطيني الصفه الاسم غتقولي علاش استعملناه مع لو فيرب اتر دونك لو فيرب اتر هو الحاله الخاصه هاد لو فيرب اتر اصلا كيرجع على واحد الاسم اما لادجيكتيف دائما 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 كيتستعمل مع الاسماء ما كيتستعملش مع الافعال دونك كيتستعمل مع محمد يوسف ادريس كيتستعمل يعني مع اي حاجه مثلا مع شليه مع طوموبيل مع نقول اون فواتور روج يمكن لي روج حتى هي راه ادجيكتيف راه واحد الصفه يمكن لي نقول ان فوتوي كونفورتابل كونفورتابل فوتوي فوتوي كونفورتابل فوتوي كونفورتابل يعني مريح دونك هنا كيمكن لي نستعمل لو نون كيمكن لي نستعمل لو نون كنستعمل معاه لادجيكتيف دونك خلاصه لادجيكتيف هو اللي كيعطيني الصفه الاسم لادجيكتيف هو اللي كيعطيني الصفه الاسم كنتمنى تكونوا فهمتوني دونك ندوزو دابا هاد لي زادجيكتيف ساكورد اون جونغ اي اون نومبر لي زادجيكتيف ساكورد اون جونغ اي اون نومبر غتقولي شنو هو لو جونغ وشنو هو لو نومبر لو جونغ هو الماسكولين فيمينا Et le nombre au singulier et pluriel. كيف ذلك؟ راه سهلة باش تسمع دابا حنا كنا كنسمعوا هاد الجونغ نومبر ساكورد هادشي كيخلعك لا راه ما تخلعك حتى شي حاجة راه كما كنقولوا داكشي كبير وكاين داكشي راه صغير في الأصل ديالو شنو هي هاد ساكورد وشنو هي هاد جونغ نومبر يعني لادجيكتيف كيمشي مع الاسم إلا كان الاسم مذكر لادجيكتيف كيبقى مذكر إلا كان الاسم مؤنث لادجيكتيف حتى هو غادي يكون مؤنث وإذا كان الاسم يعني مذكر جمع تا الاسم تا الادجيكتيف غيكون مذكر جمع وإذا كان الاسم مؤنث جمع تا الادجيكتيف غيكون مؤنث جمع نزيدو نفهمو مزيان بحالاش بحال دابا عندنا ان غارسون ان غارسون كيما كتعرفوا غارسون هو ولد ان غارسون انتيليجون 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 المعنى ديالها هو ذكي انتيليجون المعنى ديالها هو ذكي يعني واحد لو غارسون مالو ذكي عنده الذكاء Très bien. Donc, on a un garçon intelligent, c'est qui se met le masculin, masculin modekar, singulier. Il y a un wild, modekar, ou singulier, moufrat, un garçon, wacht. Très bien. Après, il y a un homme qui a fait un homme. Il y a un homme qui a fait un homme. Donc, nous avons une fille. Une fille intelligente. Intelligente. Donc, on a un homme qui a fait un homme. On a تنديرو دونك ملي كندوزو للمؤنث مؤنث وحده اون في بنت وحده انتيليجونت شو شنو زدت زدت او داكوغ شنو زدت زدت او انتيليجونت هنا ما كنطقش تي ولكن ملي كتكون موراها او كنطقها انتيليجونت ذكيه دونك هنا عندي لو فيمينان سانغولي مؤنث مفرد دي غارسون des garçons يعني بزاف د الاولاد des garçons بزاف د الاولاد intelligent شنو غنزيد غنزيد s دونك عندي المذكر ما كنزيد والو والبلوريال الجمع كنزيد معاه s دونك غير بين قوسين باش تبان لكم s
et des filles intelligentes. On dit le mot كنزيد le E ou le pluriel كنزيد le S. Donc كنزيد هنايا ES. Donc سهلة masculin ما كنزيد والو. Singulier ما كنزيد والو. Féminin دائما كنزيد E. لكن حيت singulier ما كنزيد والو. يعني هي est E. Masculin pluriel. Masculin ما كنزيد والو. Pluriel شنو كنزيد S. زد S. Féminin كنزيد E ou le pluriel كنزيد S. Donc ديما ملي يكون المؤنث نزيد E وملي يكون الجمع ندير S. هذا هو الخلاصه. مؤنث E جمع S. دونك كيتلاقاو ES. يلا شوفوا مزيان كتبوا هادو عافاكم وحفظوهم وركزوا. ديما Féminin E بلوريال S مؤنث E بلوريال جمع S. إلا كان الماسكولين المذكر ما كنزيد والو. دوزو كنتمنى يعني تكونوا كتبتوا هادو عندكم نوتيو وهادشي كله راه يتكتب. دونك هنا كاين بزاف د الحوايج زوينين 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 بزاف. كيلكو زادجيكتيف ايغيغولي كيما كنعرفوا ايغيغولي عقلوا على هاد القضيه هادي مزيان. ايغيغولي في الفرونسي هي اللي كتكون حاله خاصه. الحاجه اللي كتكون ايغيغولي هي كتبع القاعده دراسها. نورمالمون القاعده العامه اللي عندي هنايا في لادجيكتيف هي هادي ترونكيل. لقيت فيمينا غنزيد او. لقيت بلوريال غنزيد اس. كاين شي وحدين كيخرجوا لنا من الجنب حنا غنديروا غنحفظوهم كاملين وغنكونوا حتى حنا بخير. هنا خديتكم ثلاثه ديال لي زادجيكتيف ايغيغولي. ايغيغولي يعني ما كيتبعوش هذه القاعده. شنو هما؟ اول وحده هي بو. بو هي جميل. بو المعنى ديالها جميل. دونك بو في الفيمينان كتولي بيل. ركزوا مزيان. بو وماسكولين سانغولي فيمينان بيل. جميله بيل. طوموبيل زوينه اون بيل فواتور. D'accord ? Une belle voiture. Darzouina, une belle maison. Une belle maison. Comme vous l'avez dit, c'est le Seifa. Dima Seifa. Yani Darzouina, une belle maison. D'accord ? Le jamais. Beau avec X. Hadou, avec comme il est. Beau avec X. Ou le mot est jamais. Belle avec S. Des belles voitures. Donc ça, on va dire des belles voitures. Jamais. Nouveau. Nouveau. Nouveau, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de nouveau. Il est nouveau, il est nouveau. Donc, il y a nouveau. Un nouveau téléphone. Le téléphone, je dis un nouveau téléphone. Une nouvelle voiture. Une nouvelle voiture. On dit nouveau avec X ou on dit nouvelle avec S. La même chose, donc le mot est net. Deux L, E, on a qu'un Z, X ou on a qu'un Z, S. Vieux. Vieux, c'est soit le واحد الشخص, soit le واحد الشيء. باش نعرفوا هادي. Vieux, il y a un واحد الشخص موسين. D'accord. Ou là, كنستعملوا يعني vieux, vieil. Ou là, كنستعملوا مثلا الواحد لوبجي واحد مثلا سياره قديمه اون فيي فواتور مثلا دار قديمه اون فيي ميزون. داكور شي حاجه قديمه حتى هي كنمكن نستعملوا فيها فيو في ولا كنقولوا مثلا ايلي فيو. ديما كتستعمل لاحظوا اما كنستعمل اسم اما كنستعمل لو فيرب اتر. جوج حوايج اما كنستعمل اسم اما لو فيرب اتر. ديما كنمشي بهذا السيستم هذا. لادجيكتيف يا اسم يا لو فيرب اتر سوا لو نون سوا لو فيرب اتر. Donc, هنا, vieux, vieux, féminin, vieille, qui m'a l'achetou. Fait le masculin singulier, fait le masculin singulier, il m'a frappé. واحد. D'accord ? Ou qu'on se termine X ? هذا هو l'orthographe. اللي كيقول لك انا عندي الاخطاء في l'orthographe. هكا كتعلم. هكا كتعلم. راه كنخطئوا راه بزاف الناس عندهم مشكل في l'orthographe. المشكل في l'orthographe راه ماشي حيت انت ماشي هو هذاك ولا ما خدم. لا. راحيت ما حافظتش الدروس ديالك. الا كنت حافظ الدروس ديالي كاملين وكل كلمه كنعرفها كيفاش كتكتب ما يبقاش عندي مشكل في الاورتوغراف. ونولي كنفرق ما بين اون و اون و اون ما بين مي و مي و مي ما بين او و او. دونك هنا كيولي عندي الفرق. دونك ركزوا معايا. فيو هادشي كنحفظو اكس فيي فيو
ou vieille. Masculin singulier ou masculin pluriel, qu'est-ce que c'est beau bhal. Féminin singulier, féminin pluriel. Très bien. Donc, il y a quelques adjectifs irréguliers. D'accord ? عطيك واحد المعلومه ما كاينش هنايا بالنسبه للامبلاسمون ديال لادجيكتيف شحال واحد كيقول لي واش لادجيكتيف استاذ نحطوه قبل لو نون ولا من بعد لو نون يعني واش دابا قبل الاسم ولا من بعد الاسم واش نقول اون غراند ميزون ولا نقول اون ميزون غراند تقريبا في اغلبيه الاحيان كيكون قبل لو نون ولكن سواء من بعد سواء قبل راه صحيح ما عدا في جوج حالات اللي هما لا كولور ou la nationalité. هادو معلومات زوينين كنعطيهم لكم. يعني في اغلبيه الحالات حطيتيه قبل ولا من بعد بحال بحال ما كاينش مشكل ماشي غلطه الجمله. ولكن في جوج الحالات لا كولور الالوان الوان فير بلون بلو روج ولا لا ناسيوناليتي الجنسيه ماروكان اسبانيول فرونسي امريكان اوستراليان دونك هنا ديما لاحظتوا مثلا غنقول واحد اللاعب مغربي غنقول ان جوور ماروكان داكوغ واحد السياره اللون ديالها احمر اون فواتور روج يعني ديما الكولور ركزوا مزيان قيدوا هذه شي بليصه حتى هي الكولور والناسيوناليتي كولور والناسيوناليتي دائما كيجيو من بعد الاسم يعني غلط الا درتيه قبل الاسم درتيه قبل الاسم غيكون غلط ما يكونش صحيح تري بيان اون كونتينيو دوزو دابا هنا عطيتكم كلكوز ادجيكتيف يعني بعض لي ادجيكتيف اللي لاحظتو هنايا راه كاين بزاف لي ادجيكتيف اللي كيتستعملوا في الحياه اليوميه واللي تقدروا تحتاجوهم تبغيت يعني كما كنقول انا ديما راه خصك تعمر دابا حنا سورتو في هذا الاول كل ما عمرتي كل ما حفظتي كل ما مزيان يعني كل حصه نبقى نعطيكم بزاف الكلمات بزاف الافعال مثلا الحصه الجايه نعطيكم بزاف لي فيرب ديال بروميير جروب اللي كيتستعملوا في الحياه اليوميه مورا نشوفوا لي فيرب ايريغولي واحد واحد مهم غتمشيو معايا ان شاء الله وغادي تحسوا بالفرق الا خرجتي من حصه واحده وما حسيتيش بواحد الفرق يعني ها انا قدامك دونك هنا غنكملوا عندنا بافار كيلكان دو بافار واللي فيه الهضره بزاف بالعربيه الترتار بافار هو شخص ترتار فيه الهضره بزاف دونك هادو كلهم راهم صفات وخديت لكم صفات ديال اشخاص ما درتش ديال الماتيريال ولي زوبجي اللي كتستعملوا يعني ديال الاشخاص بافار كيلكان كي بارل بوكو كيلكان كي بارل بوكو اون ابل كيلكان دو بافار سوليتير هو واحد الشخص اللي كيعجبو يعيش بوحدو منطوي ما كيهضرش مع الناس يعني كيعجبو يعيش خالق واحد الحياه ديالو بوحدو ما كيتعاشرش مع الناس كيتسمى سوليتير دونك هنا ضروري تكونوا كتعرفوا شي واحد اللي غادي يكون سوليتير هو شخص اللي ما عندوش مع الاجتماعات مع يتلاقى الناس مع يمشي لا كيعجبو حنا كنسميوه بالعربيه ديالنا منطوي كيلك عنده سوليتير هو شي واحد منطوي على راسو ما كيهضرش مع الناس بزاف برودون انا مع الناس اللي فيهم هاد الصفه برودون هو الانسان اللي حذر يعني ما كيقبطش ويزعم على اي حاجه ولا يدير اي حاجه ولا ينقص في اي بلاصه ولا لا دونك برودون هو الانسان اللي حذر برودون بريون هو داك الاول ديال القسم داك السيد اللي في الشركه ديما كيجي يدير احسن لي فونت داك السيد اللي تبارك الله واعر بزاف كيتسمى بريون لامع يعني مثلا كتقول شي واحد توي بريون صافي دير راك صافي واصل للطوب بريون هي لامع بريون ريزونابل انسان منطقي ريزونابل هو واحد الشخص منطقي يعني كيتعامل بالمنطق ما كيهضرش عبات ما كيديرش شي حاجه عبات دونك كيتعامل بواحد الطريقه منطقيه كتسمى ريزونابل اكسترافيرتي هو واحد الشخص منفتح ما مغلقش كاع ما منفتح مع راساتو كيتقبل الافكار ويعطي افكار ويتقبل اي حاجه دونك كيتسمى اكسترافيرتي واحد الشخص منفتح
ambitieux تي كتعجبني بزاف وكاين شي وحدين كيعجبوني هنا بزاف ambitieux هو الشخص الطموح ambitieux هو الشخص الطموح الشخص اللي ما كيحطش كما كنقولوا حنا السلاح كيتقاتل 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 حتى كيوصل كيتسمى ambitieux ambitieux هو اللي عنده الطموح ambitieux inquiet هو متخوف قلت تكون تخوف من شي امتحان تخوف من شي نتيجة شي واحد مثلا ولده ولا بنته ولا شي واحد تعطل il va être inquiet غادي يكون متخوف inquiet هي متخوف مقلق دونك خايف على شي واحد دونك تسمى inquiet tranquille تقريبا كنستعملوها حتى في الدارجة tranquille واحد السيد هادئ دونك هاني هادئ ما فيهش بزاف الحركات tranquille مع راسو كنقولها فخاجيل المعنى ديالها هو هش فخاجيل بحال ان بيبي غادي يكون فخاجيل يعني هش مثلا من غير ان بيبي نقدر كاين بزاف الامثله مثلا شي حاجه تخافها تهرس شي اوبجي شي حاجه حتى هو نقدروا عليه فخاجيل داكوغ واحد مثلا Donc, surtout les dates rares, les bébés, donc chez Hajab Halka, quand c'est mieux, ils sont fragiles. Fragiles ou mahesh. Sociable. Sociable, ou ejtimaï. Donc, sociable, il y a l'axe d'il solitaire. Donc, le contraire. D'il solitaire, il y a sociable. Sociable, insan ejtimaï. Donc, sociable, certaini, ejtimaï. Sociable. Jaloux. Jaloux, il y a mrière. كنعرفوا حنا الغيره دونك الغيره هي لا جالوزي وانسان جالو كنسميوه جالو كتكتب بهذه الطريقه دونك هي مغيار فيه الغيره كيتسمى جالو دونك جالو ايغويست اناني شي واحد اناني شنو نسميوه ايغويست اناني جينيرو جينيرو معطاء جينيرو هو الانسان اللي كيعطي بلا ما يفكر يعني واحد السيد اللي ما كيديرش شي حاجه في قلبه كما كنقولوا حنايا كيعطي كيعاون كي ما عندوش مشكل جينيرو دونك هي الانسان اللي كيعطي وما كي راه عندنا الاخرى حتى هي هنايا جو بونس كملوا جينيرو مودست شكون هو الانسان اللي مودست شكون هو الشخص اللي مودست الشخص اللي متواضع واخا يكون واصل فين ما كان واصل كيكون متواضع كيتسمى مودست دونك مودست متواضع دونك هنا فين وصلنا مودست اوبتيميست هو واحد الانسان اللي متفائل اوبتيميست واحد الشخص متفائل كيشوف الدنيا يعني واخا يكون كما كانت الوضعيه ديالو كتلقاه ديما فرحان للمستقبل ومتفائل بانه غتكون شي حاجه زوينه في المستقبل دونك الانسان اللي كيكون اوبتيميست ديما كيعيش مرتاح مور هو شخص ناضج والنضج ما عندوش علاقة كبيرة بالسن يعني يقدر الإنسان يكون في عمره 17 18 19 16 العام ويكون ناضج في دماغه وكما كنقولوا العكس صحيح يقدر يكون واحد كبير وما ناضج دونك مور هو الإنسان اللي كنقولوا حنا بالدارجة ديالنا شارب عقله دونك إنسان اللي ناضج مور فيير هو واحد الشخص اللي فخور فيير fier de son fils fakhour bouldo fier de son travail fakhour blamel dialo donc fier ya fakhour ennuyeux ya moumil kain ashkhas moumilin donc ennuyeux ya moumil sûr de soi واحد الشخص اللي تايق في راسو Donc, sûr de soi, taïk fraso. Soit en général. Il est sûr de lui. Je suis sûr de moi. D'accord? Donc, adou kit samao les pronoms toniques. Kin moi, kin toi, kin soi. D'accord?
دونك هنا نو فو كاين او كاين ال كاين لوي دونك هنا نقراوهم ان شاء الله دونك سوا هنا كتهضر اون جينيرال ثقه في النفس ريسبونسابل ريسبونسابل هو الانسان المسؤول شخص اللي تقدر تعطيه واحد الحاجه ولا واحد الوظيفه ولا شي حاجه وكيقدر يكملها وكتقول بان هذا السيد هذا ريسبونسابل مسؤول دونك ريسبونسابل هي مسؤول ديريكت ديريكت نيشان ديريكت هي نيشان ممكن نقولوا على واحد الشخص ديريكت يعني ما فيهش تلاوي ما فيهش بزاف الحوايج دونك شخص ديريكت اوتوريتير اوتوريتير هو واحد الشخص متسلط اوتوريتير هو واحد الشخص اللي كيبغي يفرض شخصيته بزاف كيبغي يفرض داكشي ديالو هو كيفرضو عليك انت وعلى الاخر على الاخر دونك كيتسمى اوتوريتير متسلط فيولون فيولون عنيف واحد الشخص اللي عنيف يتسمى فيولون نايف نايف هو واحد الشخص اللي نية انا كنقولوا بالدارجه ديالنا نية داك السيد شنو هي نية هو اللي قلتي له كيثق بك يعني واخا تكذب عليه ولا تشفره ولا دير شي حاجه نايف كيثق بزاف نايف فيابل فيابل هو واحد السيد اللي نقدر نخلي له شي حاجه وما نخافش ندير فيه الثقه التامه هو فيابل فيابل يعني تعطيه حوايج ولا فلوس ولا شي حاجه ديالك عارفها راه في امان دونك هذا كيتسمى فيابل كما قلت لكم هنايا في وحده فين هي ايكويست دونك هنا عندي جينيرو جينيرو هو الانسان المعطاء قلت لكم في التالي ندير لكم لو كونترير ديالها هو افار يعني انسان اللي كيكون مزير بزاف كيتسمى افار العكس ديال جينيرو هو افار والبخيل دونك كنتمنى تكون عجبتكم بزاف الحصه ديالي تكونوا استفدتوا بزاف 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 الحوايج دونك ايليا شفنا سي شفنا لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف عطيتكم بزاف لي زادجيكتيف غادي تصوبوا لي لي زيكزارسيس تشوفوا راسكم واش غتجاوبوا صحيح ولا ما صحيحش تكتبوا اللي خصو يتكتبوا تحفظوا بزاف دونك تحفظوا بزاف الحوايج دونك غدا ان شاء الله ما تكونش حصه ولكن تكون حصه يعني من بعد كنديروا جوج حصص وترتاح نهار دير جوج حصص ومازال بزاف الحوايج خليكم معايا ان شاء الله ومازال بزاف الحوايج تقراوهم راه 96 درس ان شاء الله شكرا بزاف والسلام عليكم ما سخيتش بكم ولكن صافي دونك سالات الحصه تلقاو الحصه الجايه ان شاء الله شكرا